مصر الفنون النهاردة بتدعوكم انكم تشوفوا المواهب في مسابقة لاختيار اهم المواهب اللي موجودة عند الاطفال. المسابقة دي بتقام على هامش مهرجان سينما الاطفال. مقدمة الحفلة النهاردة اتعرف بيكي. انا اسمي رنا محمد ياسين وعندي 11 سنة. قولي لي، قدمتي حفلات قبل كده؟ لا، هي دي اول مرة. مين اللي علمك تقدمي الحفلة؟ ازاي تقفي وتقولي يعني؟ انا اتعلمت في كارنفاليا من الاستاذه شيرين المسلمي. هتعملي ايه في الحفله تاني غير انك هتقدميها؟ انا هرقص رقصه مع كلب القطه قبل ما ازيها. شاركتي في حاجات قبل كده زي دي؟ هو كل شهر بنعمل حفله من اللي احنا اتعلمناه. السادة الحضور، نود أن نرحب بكم في التصفيات الثانية والنهائية في مسابقة تالنتايزر. For the first time, cinema and art are united together in one festival, the Cairo International Cinema and Arts Festival for Children, also known as the Talentizer competition that introduces talented children to the art field. لأول مرة السينما والفن متحدون معا في مهرجان واحد، مهرجان القاهرة الدولي للسينما والفنون للأطفال من خلال برنامج تالنتايزر الذي يتنافس فيه الأطفال الموهوبين في مجال الفن من مختلف الثقافات. معنا واحدة من المتسابقات اللي هتشارك النهاردة، قولي لي اسمك ايه؟ اسمي نور هاني. نور، شاركتي في مسابقة زي دي قبل كده؟ هو انا عزفت في حفل ختام مهرجان السينما في 2009. قولي لي دورك ايه في المسابقه؟ انا بعزف قانون والنهارده هعزف قطعه للموسيقار الكبير بليغ عمدي. Thank you.
الموسيقار الكبير استاذ هاني شنوده احد اهم اعضاء لجنه التحكيم، برحب بحضرتك. يا اهلا وسهلا. بدايه يعني قول لنا ايه المعايير اللي بيتم على اساسها اختيار المواهب؟ احنا بنقسم النمره 2، النص تكنيكاليتي ونص بيرفورمانس، يعني نص العزف او الغنى او جودته، والنص الثاني الحركات على المسرح ولغه الجسد والانحناء واللطافه والتعامل مع الجمهور واللبس وكل الحاجات دي، نص النمره والنص الثاني هو الموضوع. ايه النصيحه اللي حضرتك تقدمها لكل المواهب الاطفال اللي موجوده؟ احنا الحقيقه النصيحه الحقيقيه الحقيقيه لبلدنا ان المهرجان ده كان توقف وبعدين رجع تاني. النصيحة اللي بنقولها لكل البلد، كل حاجة لازم ترجع تاني وترجع أحسن مما كانت، لأن إحنا المؤتمر الاقتصادي ده مفرق وفرق كتير قوي، ومصر هتتغير 180 درجة. بقول للناس تمسكوا بالأمل، ما عندناش غير مصر، تحيا مصر وهي بس، مش حد تاني. لكن بنقول للصغيرين أو بنوريهم عملي ان في ناس لجنة التحكيم حنين عليهم، وبتقول لهم على ارشادات معينة، وبتدور على ان هم واحد يعزفوا قدام الناس فيبقى في احتكاك، اتنين الشخص اللي ما كسبش المرة دي يدور ازاي يكسب المرة الجاية، لان هي دي القصة اللي تنقص الناس في مصر، اللي هي ايه؟ التمسك بالامل ان المرة الجاية احسن، بس يذاكر لها ويستعد لها وكده. الحاجة الثالثة بنقول للأهل ولادكو كويسين كلهم، عشان كده احنا في المهرجان ده استنينا سنة ان في شهادة لكل من اشترك، لانه الاشتراك في هذا المهرجان او لجنة التصفية لما اختارت دول معناه ان هم كويسين جدا، اذا كان لازم واحد الاول والتاني والتالت ده ما ينفيش ان كلهم كويسين. اسمك ايه؟ اسمي رميساء خالد درويش. عندك كام سنة؟ عندي 9 سنين. هتعملي ايه في المسابقة النهاردة؟ هعزف بيانو ويا رب بقى اكسب. يا رب ان شاء الله. قولي لي، شاركتي في مسابقات زي كده قبل كده؟ لا، دي أول مرة. أول مرة، قولي لي ازاي اختاروكي؟ أنا رحت اختاروني عشان أنا مأكد، أنا رحت لقيت لقوني أنا مميزة.
دكتور عزت، يعني ايه المعايير اللي على اساسها حضرتك هتختار اهم خمس مواهب موجودين النهارده من ضمن المواهب اللي اتقدمت؟ حاجات كتير، لكن في قواعد مخصوصه ما بيختلفش عليها اتنين، ان دي المعايير المفروض واحد ياخد باله منها، زي المستوى، هو بيغني كويس قد ايه، هي بتلعب بيانو قد ايه، مستوى الاداء نفسه، في كويسين، في نص نص، في لسه هيتحسنوا، في كذا معيار. وبعدين تحت كده بقى في حاجات كتير، الاتيتيود بتاعه، ازاي بيتصرف، ازاي وقفته على المسرح، ازاي في حضور ولا ما فيش، اللي بيقدمه على انهي مستوى، وهكذا، في كذا معيار يعني. بس انا متهيألي احسنهم اجاده اللي بيتعمل، سواء كان موسيقى، سواء كان رقص، سواء كان اجاده اللي بيتعمل، ده متهيألي نمره واحد يعني. ايه راي حضرتك في المواهب اللي اتقدمت لحد دلوقتي؟ مبسوط منها؟ في منها كويس وفي منها لسه عايش شويه، في وفي ان شاء الله. شكرا جزيلا يا فندم. ايه النصيحه اللي يعني اللي تقدمها لكل المواهب اللي طلعت النهارده؟ يتمرنوا اكتر. حكوا ضحكه تبقى ضحكتين، ونلف اتنين في اتنين يضحكوا للعشرين، كلنا في مركب واحده مكملين، والصور الحلوه بتتاخد في ثانيتين، اوعى تغمض عينيك تقف الوحيد، حاجات كتير حواليك تخيل غني بإحساس، سيب ناسك لو حتى يوم، لو كل الناس هيقولوا عليك مجنون، سيب ناسك لو حتى يوم، لو كل الناس هيقولوا عليك مجنون، عيش للناس. وبكده نكون خلصنا كل حلقتنا النهاردة وشفنا كل المواهب في المسابقة. بتمنى تكونوا استمتعتوا، إلى اللقاء.